عليكم من جديد. النهارده زي ما قلنا لكم كان في المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي، ومعي على الهاتف السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري. سيد هشام مساء الخير. مساء الخير استاذ لميس، مبروك هذا الاصدار. وطبعا عندنا اسئله كثيره حواليه. اولا ليه شهادات مش اسهم؟ هو اولا احنا لسه ما اصدرناش. هو احنا اعلنا ان احنا جاهزين للاصدار، احنا مستنيين القانون يصدر اللي هو بيدي الحق للرعاية انها تصدر شهادات استثمار. القانون ده تم الموافقه عليه في مجلس الوزراء واترفع بحيث نطلع بيه قرار جمهوري بقانون، وان شاء الله هيطلع خلال الايام القليله القادمه. اول ما يطلع القانون هنقدر نصدر الشهاده، بس احنا كبنوك جاهزين خلاص الحمد لله. طب جاهزين يعني لو القانون صدر بكره او بعد بكره اليوم التالي على طول يكون نوقع البروتوكول اللي هو بين البنوك المصدره والبنك المركزي ووزاره الماليه وهيئه قناه السويس. طيب يعني حضرتك قلت في المؤتمر الصحفي انكم طبعتوا 6 مليون شهاده، هل دي بقيمه ال 60 مليار جنيه؟ لا لا، احنا طبعنا 6 مليون شهاده وبنطبع كل يوم. يعني احنا يعني ابتدينا الطباعه عشان نبقى اول ما البنوك وصلنا للبنوك بحيث ان اول ما نبتدي نشتغل يبقى عندهم الشهادات جاهزه وهنطبع اكتر يعني. يعني الستوك اللي موجود 6، النهارده في طباعه ثانيه، هنبقى عندنا كميه كبيره ان شاء الله جاهزه عشان طلب الناس. طبعا الشهاده بتطلع يعني مثلا حد اشترى ب 10 مليون جنيه مش هياخد عدد 1000 في العدد، لا هياخد شهاده فيها فئه الشهاده في كم رقم رقم كذا رقم كذا باجمالي مثلا 10 مليون او 20 مليون او اي رقم اشتراه. هل في حد اقصى سياده المحافظ لهذا الشراء؟ يعني انا كمواطن في حد اقصى ممكن ناس كتيره تنزل تلم يعني؟ لا مفيش حد اقصى مصر، لان دي شهاده استثمار. لا مفيش حد اقصى طالما للمصريين سواء افراد او شخصيات اعتباريه مصريه. لا يوجد حد اقصى. ليه اجلتوا الاصدار بالدولار؟ الدولار لا، هيبقى في اصدار بالدولار، بس احنا قلنا هنبتدي الاول باصدار الجنيه المصري اللي هو الطلب ضخم جدا، ونبتدي على الجنيه المصري وبعدين هنتفق على الدولار خلال الاسبوع او الاثنين القادمين نصدر الدولار ان شاء الله. بصراحه مش شايف ان 12%، يعني انا اول ما عرفت رقم 12% ده قلقت يعني حد بيشتغل في الاقتصاد، قلت 12% ده كتير شويه كنسبه فايده، هنقدر نرجعها ازاي كدوله؟ خاصه ان مثلا انت نسبه الفايده على الشهادات العاديه ايه 10.5 تقريبا دلوقتي. لا الفرق بين الشهادات العاديه 3 سنين 10.5، 3 سنين 5 سنين. احنا بنبص لليلد كيرف نفسه هتلاقي بالنسبه للاستمدادات والخزانه اللي هي في هذه الحدود هتلاقي يعني مقاربه لهذا بالنسبه للعائد يعني. فبالتالي احنا بصيناها كعائد يلد كيرف والمده 5 سنين، ده العائد طبعا مناسب للراجل اللي هو بيستثمر، وفي نفس الوقت بالنسبه للهيئه اللي هي بتيجي تستلف بهذا المبلغ لو هتستلف باسلوب اخر هيبقى العائد مقارب او يمكن اكتر ساعتها يعني. طيب منين هترجعوا العائد يا سياده المحافظ؟ يعني الـ عائد قناه السويس لسه هياخد وقت على ما يعني يبقى في هذا العائد بهذا الرقم اللي هو 13 مليار دولار زي ما دراسه الجدوى قالت، لكن منين هترجعوا للناس؟ لان انا ملاحظه ان مثلا اللي بيشتري شهاده اعتقد ب 1000 يقدر ياخد العائد ربع سنوي، فمنين أيوة. منين العائد ده يا فندم؟ طبعا قناه السويس اوريدي فيها ايرادات في السنه 5 مليار و300 مليون دولار، فهي عندها عوائد حقيقيه وعوائد صافيه يعني موجوده في الوضع الحالي، ويمكن حققت السنه دي عوائد اعلى من يعني من سنين سابقه. فبالتالي العائد الحالي لوحده هيقدر يخدم الدين. قناه السويس ككاش فلو وما نيجي نبص لها تقدر تستلف اكتر من كده بكتير. فبالتالي العائد الحالي اللي هو بيجي لقناه السويس يغطي الكلام ده بمنتهى السهوله يعني. هل بالك ان احنا بعد سنه هيبقى العائد ان شاء الله طبعا هيزيد طبقا للدراسات اللي هي موجوده. بس انا كده باخد العائد من يعني عائد قناه السويس ده واحد من العوائد الاساسيه اللي موجوده في الموازنه العامه، انا كده باخده اديه للممولين او اللي هم اقرضوني للمشروع، وبالتالي ده ممكن يؤثر على الموازنه العامه؟ لا مش يعني هيأثر بما يوازي العائد نفسه، بس انت بتعملي مشروع هيخلص خلال سنه وهيطلع عائد يعني ان شاء الله هيبقى اعلى بكتير من العائد الحالي. هيعوض كل الكلام ده. يعني اي مشروع بتحتاجي تمويل لازم هتدفعي تكلفه التمويل،
ولكن ده تمويل رده سريع، يعني احنا ان شاء الله المشروع ده اللي هو الحفر والانفاق وكده طبقا للقرار اللي صدر وطبقا لتوقعات هيئه قناه السويس انه خلال سنه يكون خلص على اغسطس 2015. نعم. فبالتالي العائد يعني هيزيد وهيغطي كل الاحتياجات الموجوده. طيب. فدي تغطيه التمويل سهله. ازاي المواطن اولا يعني الفئات سياده المحافظ اعتقد انتوا بادين من فئات صغيره جدا ودي جديده يعني اللي هو 10 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه، ليه اولا عملتوا ال 10 جنيه ودي؟ هو تبقى كان حقيقه السيد الرئيس في الخطاب اللي قاله وكان هو هدفه ان هو يبقى فيه فئه صغيره لل 10 جنيه دي عشان عايز طلبه المدارس نفسهم يبقى يساهموا في مشروع قومي تاريخي بالنسبه لمصر، يبقى عنده ان هو طلبه المدارس يقدر يشتري شهاده، يبقى هو شارك في حاجه زي قناه السويس. ال 100 جنيه برضه لنفس الحكايه للناس اللي هي يعني مش قادره، بس يبقى هو حس انه دخل مشاركه. فبالتالي عملنا للشهادات الصغيره طبعا العائد هيبقى ضعيف، يبقى مش هقول هيروح مثلا 10 جنيه ياخد 30 قرش كل 3 اشهر. فعملتوها تراكمي. تراكمي بالنسبه لغايه تحت ال 1000 جنيه هتبقى تراكمي. في اخر المده ان 10 جنيه ياخد 18 جنيه، ال 100 جنيه ياخد 180 جنيه، هيبقى عائد تراكمي 12% فايده مركبه يعني. لكن اللي بيشتري ال 1000 الشهاده اللي ب 1000 جنيه يا سياده المحافظ 1000 جنيه مضاعفاتها هياخد العائد بتاعه، هياخده كله 3 اشهر. ياخده امتى؟ على طول بعد الشراء بثلاث اشهر؟ انا اول ما اللي يشتري ثاني يوم يبتدي يتحسب الثلاث اشهر على طول، في يوم الشراء هيبقى ثاني يوم هيبتدي يتحسب بعد ثلاث اشهر هياخد. يعني سهلناها على الناس، ما قلناش مثلا ايه اخر واحد صح. واحد 30 مارس و 30 يونيو، لا احنا قلنا اذا انت اشتريت النهارده بكره يبتدي يتحسب ال 30 يوم الثلاث اشهر بتاعتك تاخد العائد زي الشهادات الداخليه بتاعت البنوك يعني. حضرتك او يعني البنك المركزي قصر هذه الشهادات او اصدار هذه الشهادات على البنوك العامه وبنك قناه السويس. هل انا مثلا عندي في اي بنك اخر في السي اي بي في كريدي اجريكول في اي بنك اخر اقدر ان انا اشتري من يعني لازم اروح البنوك لا العامه؟ لا 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 احنا هنطلع تعليمات ان كل البنوك تقدر تشتري للعملاء بتوعها مع اتفاق مع البنك المصدر، هيملى الاوراق بتاعت البنك. يعني مثلا في بنك الفلاني اللي هو بره الاربعه اتفق مع البنك الاهلي، فيملى الاوراق بتاعت البنك الاهلي، عميله هيملاها عنده والبنك يمضي ان الاوراق دي تم ملي الاوراق والبيانات اللي فيها صحيحه قدامي، ويبعت الاوراق للبنك المصدر اللي هو البنك الاهلي او بنك مصر او القاهره او قناه السويس اللي هو هيتفق معاه ويحول له المبلغ والشهاده تبتدي تشتغل. يبقى انت عندك حساب شهادات عند مثلا البنك الاهلي عن طريق البنك بتاعك اللي هو كريدي اجريكول او سي اي بي او اي بنك خارج المجموعه، فكل البنوك هتبيع للعملاء بتوعهم. هل بقى البنوك تقدر انها تشتري في هي كبنك يعني كبنوك لا. تشتري في هذه الشهادات؟ لا احنا هي منعنا البنوك انها تشتري عشان ما تزاحمش الافراد، وبالتالي وده مش والبنوك طبعا تقدر تخش تمويلات حقيقيه، تخش مثلا في تمويل مشترك، تخش في مشاريع، وسيبنا ده للافراد والشركات المصريه عشان ده شهاده ادخاريه، البنوك المفروض تشتري شهاده ادخاريه. المصريين في الخارج في ظل بقى تاخير الشهاده الدولاريه هل بقى هيشتروا ازاي؟ هل في تسهيلات ليهم؟ لا هنعملها، بس انا اقول لك حاجه يا ريت، احنا اكتشفنا ان الطلب على الشهاده بالجنيه المصري جامد جدا لدرجه ان احنا قررنا اول اسبوعين مبدئيا البنوك هتفتح للشهادات لغايه اللي هي المصدره لغايه الساعه 6 بالليل. وهنسمح لهم كمان كل فرع على حسب الظروف اللي احنا متوقعين هتبقى فيه اقبال شديد ان هو يمد. لاحظنا ان القطاع العائلي الفتره من ساعه ما ابتدينا نتكلم على الشهادات ابتدى فيه الناس من القطاع العائلي تبيع دولار ويحضر نفسه ان هو يخش بالجنيه المصري عشان العائد العائد المغري بالنسبه له. والحقيقه الشعور الوطني ان انا داخل حاجه زي قناه السويس، الناس في حماس شديد جدا من جميع الطبقات المختلفه او جميع انواع المودعين. فالطلب على الجنيه حاليا حتى بقول لك في ناس بتقلب دولار لجنيه مصري، وشفناها في بنوك كتيره ان هو عايز يخش في الشهاده. النقطه اللي هي اتقالت برضو وانا قلتها في المؤتمر الصحفي، بعض الناس بتقول دي هتاثر على الودائع في البنوك والى اخره. الودائع في البنوك للمعلومات الناس بتزيد كل 3 اشهر في حدود متوسط 50 مليار جنيه بالودائع الجنيه المصري.
فبالتالي احنا بنتكلم على حتى حجم الاصدار ده كله تاثيره مش هيجيب ربع ثلاث اشهر. يعني اعتقد انها فكره ذكيه جدا ان انت تستخدم هذه السيوله بدل ما هي يعني مودعه في البنوك تستخدمها بقى بتقول لا احنا بيجي لنا السيوله بتزيد كل ثلاث اشهر، ودائع البنوك كمتوسط بتزيد في حدود 50 مليار جنيه كل ثلاث اشهر زياده جديده داخله الجهاز المصرفي. فبالتالي دي لن تؤثر على الودائع زي ما الناس متخيله او على حجم الودائع. الحجم الشهادات الداخليه الثلاث سنوات اللي موجوده في البنوك كل ربع بتزيد تقريبا ب 15 مليار جنيه كمتوسط. طيب. فبالتالي احنا الرقم نفسه ما هوش رقم كبير بالنسبه لنا كبنوك، لان حجم ودائعنا بيزيد اكتر، الى جانب ان احنا متوقعين هنكتسب كاش من خارج الجهاز المصرفي. هل كم اتفضل يا فندم. في ناس كتير في كاش خارج الجهاز المصرفي، ناس بتسال وعايزين نروح نشتري شهاده، واحنا هنسهل الاجراءات جدا بحيث اللي جاي يشتري شهاده مش لازم يكون عنده حساب في البنك المصدر، هيملى بياناته عشان يبقى عنده حاجه اسمها حساب شهاده استثمار. النقطه كمان الاساسيه ان البنوك مش هتاخد اي عمولات لفتح حسابات شهادات استثمار، مش هتاخد اي دمغه، مش هتاخد اي حاجه، بل بالعكس هتدي اي تي ام كارد عشان يقدر يروح يسحب من المكنه على حساب البنك، مش هتحاسب العميل اي. وده المشاركه اللي بتعملها البنوك رغم المصاريف الاداريه العاليه البنوك المصدره كنوع حاجه من مشروع قومي زي ده. البنك المركزي مثلا احنا بنطبع الشهادات عندنا في المطابع بتاعتنا، ما بنحاسبش على الحاجات دي. كل الكلام ده تشجيعا لان ده مشروع قومي الحقيقه يعني تاريخي بالنسبه لمصر، مشروع هيفيد الجيل الحالي والاجيال القادمه، وكلنا يعني الحقيقه متحمسين جدا ان احنا نساهم بطريقه او باخرى كل فيما يخصه لنجاح هذا المشروع ان شاء الله. كان في سؤال تاني يا سياده المحافظ، انه ليه نطرح الكم كله اذا كان ممكن نطرحهم في مراحل، يعني نطرح الشهادات في مراحل كي لا نحمل الموازنه او نحمل يعني اللي اصدر هذه الشهادات العبء مره واحده؟ لا ما كل حاجه متنظمه طبعا، احنا مش هيفوتنا حاجه زي دي. الفلوس دي بتتجمع بتخش في حساب هيئه قناه السويس عند البنك المركزي في حساب الموزن، يعني في الحساب الموحد، فبيبقى لها بتستخدم بتسحب هيئه قناه السويس في الوقت اللي هي محتاجه فيه. طبعا كل الكلام ده محسوب وعارفين طبعا ان هو ايه تاثيره، لكن ما اقدرش اقول للناس انا هفتح النهارده 10 مليار واستنى شويه افتح بعد كده 10 مليار اعمل ضغط جامد جدا، واحنا متوقعين اوريدي ان هيبقى في ضغط جامد من الناس على هذه الشهاده. يعني ايه الشروط عشان انزل اشتري شهاده؟ الشروط ان انت تكوني مصريه، معاكي كل بياناتك، البطاقه، الرقم القومي، البيانات اللي هي الطبيعيه المطلوبه عشان تشتري اي حاجه كشهاده، وبتثبت هذه البيانات، بتملي الطلب بتاعك وبتملي البيانات بتاعتك وبيتم ايه فتح الشهاده ليك على طول. هل نقدر نبيع الشهاده خلال فتره معينه ولا مقفوله؟ لا الشهاده اسميه، يعني محدش يقدر يبيع الشهاده اسميه، زي ما بتحطي وديعه، الوديعه اسميه. وبالتالي ممكن تستردي الشهاده، هيبقى في جدول استرداد للشهاده زي كل الشهادات الداخليه، هيبقى في جدول استرداد بس بعد اول سنه تقدري تستردي. بس هندي ميزه انك انت ممكن تستلفي على الشهاده لو احتجتي لغايه 90% من قيمه الشهاده من البنك اللي انت اصدر لك الشهاده بتاعتك. طب ده كمان دي الحقيقه يعني انسنتيف عالي جدا، غير انها معفاه من الضرايب ايضا. معفاة من الضرائب القانون ان شاء الله اللي هو مقدم اللي وافق عليه مجلس الوزراء، معفاة من الضرائب. يعني بشكرك سيادة المحافظ، بتمنى لك التوفيق.